أصدق عطاء هو العطاء اللي بيجي من تجربة شخصية. بفقرتنا هلأ رح نتعرف على سوسن سعد من تجربتها الشخصية مع أبنائها وهم أطفال، أدركت أهمية الموسيقى والغناء بتوصيل المعلومة. هلأ رح نحكي مع ست سوسن سعد واللي أسست تطبيق غنوا معنا اثنين. صباح الخير ست سوسن. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. شكرا. شكرا كتير على هالجهود الرائعة جدا جدا اللي إحنا كتير بحاجة لإلها لجيلنا هذا بالوقت هذا. شكرا لكم على استضافتكم الطيبه. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح يعني النور. في البدايه عم نحكي عن تطبيق موجه للاطفال براعي قدراتهم الفكريه والتعليميه، ما عم نحكي عن فقط هو تطبيق ترفيهي بل هو منصه ايضا تعليميه. غنوا معنا اثنين، تحكي لنا عنه اكثر. غنوا معنا اثنين هو عباره عن 10 اغاني و10 قصص و10 العاب. هو تطبيق ترفيهي لانه احنا بدنا الاولاد ينبسطوا بالضبط، بس بنفس الوقت بزرع القيم التربويه والتوعويه عند الاطفال، مثل مثلا الحفاظ على البيئه، مثل النظافه، الاكل الصحي، حب الوطن، حب الام، حب المدرسه، في اغنيه كمان نذكر مدرسه فيها، السلام المروريه، الزراعه، يعني حتى يحبوا الشجر، يحبوا الطبيعه. فهو يعني بالإضافة للمتعة زي ما حكينا بزرع القيم التربوية والتوعوية. القصص كمان برضو متعلقة بهاي المواضيع، وفي كمان مواضيع أخرى مثل عدم الحكم على الآخرين من مظهرهم، لأنه صار عندنا إحنا مشكلة التنمر في المدارس هذه الأيام. فكله عبارة عن رسائل هادفة، الهدف منها أنه الولد ينبسط لكن بنفس الوقت يتعلم يتعلم ويتوجه بطريقة تربوية سليمة. حلو. سوسن، إحنا عم نحكي عن 10 أغاني، 10 قصص، وكمان 10 ألعاب. صحيح. راح تكون موجودة بالتطبيق، والألعاب كمان فيها عن الذاكرة، بتقوي القدرات الذهنية، فيها تركيب، فيها تلوين، فيها رياضيات، فيها أحرف عربية كمان يتعلم الأحرف العربية، وفيها ألعاب للترفيه المطلق يعني بدون. فكلها يعني إن شاء الله يا رب تكون مفيدة وتكون ممتعة لهم. أكيد. يعني يعطيك ألف عافية على هالجهد الحلو. عم نشوف صورة حلوة، تقنية حلوة بالرسومات حتى بالألحان، فحكينا عن التفاصيل، كيف اشتغلتي على الرسومات على الألحان؟ في من ألحانك وكمان تعاونتي مع ملحنين. صحيح. إحنا أول شيء بحثنا كتير عن الكلمات، بحثت عن كلمات لشهور وأنا أفتش على الكلمات. مش سهل أبدا. بالأخير تعاونت مع الأستاذ علي البتيري، ومن 80 قصيدة اخترت 9. وفي أغنية أخذت حقوقها من شركة أجنبية لست، يعني أعطت كل وقتها لتنشر الوعي البيئي في بين المدارس في أمريكا. بالنسبة للألحان أنا ملحني 5 أغاني وتوزيع للأستاذ عمر سعد الدين، وفي أغنيتين ملحنهم أستاذ طارق الجندي، وواحدة لست عبيدة ماضي، واحدة لأستاذة ليلى أهرام، وتوزيع طارق الجندي الخمسة الباقيين، وشارك بالتوزيع كمان هيثم رشاد. وغنيتي أنت؟ أنا مغني الأغاني هذه وأنا بحكي القصص، أنا الراوي تبع القصص، بالإضافة لتمثيل كاركترز كمان شخصيات معينة جوا القصص هذه. واللي الحقيقة كمان في فضل للشركة اللي عملوا رسومات وعملوا يعني الألعاب هذه، صمموا الألعاب وصمموا التطبيق، الأستاذ ممثلي بالأستاذ فراس الكسواني والسيد أحمد المصري، بي جي ستوديو كمان لهم فضل في هاي، والأطفال الحلوين اللي شاركوا بالأغاني معنا وبكل إشي كمان بشكرهم كلهم يعني على مشاركتهم كلهم. هلا اكيد اللي عم بسمعونا بيكونوا تحمسوا وحابين كيف ينزلوا هذا التطبيق على اولادهم، كيف بيقدروا ينزلوا تطبيق غنوا معنا اثنين؟ سهل كتير تنزيله، هو متوفر على الاندرويد ومتوفر على الابل. مجرد ما يحطوا غنوا معنا اثنين سوسن سعد، او بالانجليزي sing with us two سوسن سعد، بنزل يعني بيطلع لهم صورة اللوجو تبع الابليكيشن اللي هو العصفور الأزرق، هذا العصفور الأزرق عشان يعرف. أيوة العصفور الأزرق. وبنزلوه يعني بيعملوا له داونلود، وهو الحقيقة فري يعني مجاني، وفي فيرجن تاني مش مجاني لكنه للي بحب يشجع، لكن هو موجود على الأندرويد على الأبل مجاني.
حلو. لازم يكتبوا سوسن سعد، مش بس غنوا معنا اثنين، لازم يكتبوا كامل يعني؟ لا ممكن يكتبوا عادي. غنوا معنا اثنين ممكن يطلع، بس انا للتاكيد حتى ينزل يعني. طب يعني سوسن نهنيكي بالفعل على هالفكره، وخصوصا احنا شايفين هلا قديش الاطفال صايرين مدمنين على يعني بالعمر الصغير، عم نحكي عن اقل من سنتين مرات على المواقع هاي، على الشاشات هاي. ولما بدك تدوري عم بيكون التوجه اكثر للمواقع الغربيه او باللغه الانجليزيه، يعني محتوى عربي موجه للاطفال كثير قليل. واتوقع انت هذا لاحظتيه، يعني هاي الفجوه انت بشكل شخصي لاحظتيها، ومن خلال كمان تعاملك مع اولادك وتعلقهم بالاغاني بانه بالفعل ممكن يكون وسيله تعليميه. صحيح، انا يعني كنت اشوف دائما المواقع الاجنبيه متوفر فيها كم هائل من المواضيع ومن الاغاني من هاي. في مواضيع مثل اللي انا طرحتها او جزء من اللي انا طرحته ما كان كثير متوفر بالضبط، وكنت اتضايق انه ليش اولادنا ما عندهم هالاغاني او هالافكار هذه في اللغه العربيه. نعم. والتطبيق هو اصلا باللغه العربيه الفصحى، لانه بدي اعزز اللغه تبعتنا عندهم. يعني لغتنا جميله وغنيه بكل تفاصيلها، فأنا اتقصدت أنه مع أنه كان صعب أنه باللغة العربية الفصحى بالنسبة لي ألاقي كلمات وألاقي هاي، لكن إحنا تقصدنا أنه تكون باللغة العربية الفصحى. هلأ تطبيق غنوا معنا اثنين، لازم إحنا نقول الفرق، لأنه غنوا معنا هو بس أغاني. صحيح. كان قبل، وغنوا معنا اثنين أطلقتي ببداية 2016. صحيح. احكي لي أكثر عن تعاملك مع الطاقات الشابة، كنت عم تخبريني قديش يعني تركوا فيكي أثر إيجابي، اللي هم مثلا مثل طارق الجندي، عرب سميرات، وهالصبايا، وكل اللي اشتغلتي معهم سواء بالرسومات أو بالموسيقى. احكي لي هيك عن رأيك بهالطاقات الشبابية، لأنه أنت عم تبني أجيال من خلال هالتطبيق يآمنوا باللغة وبالفن والموسيقى الراقية، فشو رأيك كان لما تعاملتي مع هالنخبة من الفنانين؟ عندنا نخبة جميلة وعندنا طاقات رائعة، شباب رائعين وصبايا رائعين بكل المجالات بالأردن، وبتمنى أنه يعني لاقوا تشجيع دائم. يعني أنا سعيدة كمان برؤية، لأنه أنا بشوف قديش تلفزيون رؤية بشجع هاي الطاقات. يعني مثلا زي ما ذكرتي حضرتك، طارق الجندي، في عمر سعد الدين، يعرب سميرات، عبيدة ماضي، رولا البرغوتي، كل التحية إلها لأنه هي اللي عرفتني أصلا عليهم، خايفة أنسى حدا، هيثم رشاد، الأطفال الحلوين كلهم اللي دخلوا على الاستوديو شاركوا كأنهم لهم 20 سنة بغنوا بمنتهى البساطة وبمنتهى الجمال. مين كمان؟ الأطفال حتى اللي شاركوا بالدعاية اللي هلأ حطتوها كمان بشكرهم كلهم. أستاذ علي بتيري طبعا الأشعار يعني. فأنا كنت محظوظة أنه إحنا بالأردن عندنا كل هاي الطاقات تتعاملي معها يعني الحقيقة. معلوم. كثير حلو. يعني أنا دائما بحب السيدات اللي بيشوفوا في مشكلة أو بيشوفوا في ناقص وبياخدوهم على بياخدوا هاي الشغلة على العاتق الشخصي أنه يحسنوا منها. يعني أنت أخذتيها بشكل شخصي ست سوسن أنه يكون في تطبيق. فإمتى أنت بتكوني هلأ أنت أتوقع راضية عن اللي شفتيه لأنه بالفعل حلو، بس إمتى بتكوني راضية بموضوع الإقبال؟ يعني هلأ إحنا خلينا نحكي مرحلة انطلاق التطبيق والترويج له، إمتى بتحسي أنه أنا وصلت للهدف اللي بدي إياه واللي تعبت عشانه؟ أكيد لما بشوف بنزلوا التطبيق، أكيد لما بشوف أنه في إقبال على تنزيل التطبيق. والحقيقة هلأ بلشت أشوف إقبال من مدارس عم بطلبوا مني أروح عندهم ونحكي مع الأطفال ونغني معهم ونطرح القصص، لأنه عجبتهم المواضيع. يعني المواضيع نفسها كتير همتهم وحسوا أنها يعني ضرورية. فكمان يعني تنزيل التطبيق كتير مهم بالنسبة لي، والتفاعل بشكل مباشر مع الأطفال كمان مهم بالنسبة لي. أكيد. حلو. هلأ نحن عم بشوف من المواضيع اللي اتطرقتي لها بالأغاني كوكب الأرض وغنوا معنا، هدول تنتين عن البيئة. صحيح. بعدين في عن السلامة المرورية، الأم، الوطن، الزراعة، الأكل الصحي، وفي القصة اللي كتير لفتت النظر إنه ما تحكم عن الناس من منظرهم، من مظهرهم الخارجي. صحيح. احكي لي عن هالقصة، عن فكرتها، وإيش عم تحاولي تقدمي من خلالها؟ رحلة إلى الفضاء اسمها. عائلة ديتو. هي يعني طبعا فانتزي، يعني هي فكرة خيالية. هذه العائلة شكلها غريب عن العائلات الموجودة بالمكان نفسه، فكانوا ما يحبوهم، ما هي صار مشكلة، والأب تبع العائلة هذه حل المشكلة فصار الكل يحبهم. أنا بشوف مثلا هالأيام بيشتكوا كتير في المدارس من مشكلة التنمر، إنه والله أنا هذا الولد مش عاجبني مثلا بدايقه.
بتصير هاي الأشياء. فهي هذه بشكل بسيط طرحت المشكلة، لكن إن شاء الله بالمستقبل أنا أفكر أطرحها بشكل أكبر. حلو. ردات فعل الناس حواليك الأمهات الأطفال عم بتشوفي ردات فعل؟ عم بشوف ردات فعل الحمد لله جميلة جدا، وفي ناس حتى بعتوا لي فيديو أولادهم عم بيغنوا نزلتها على الفيسبوك تبعي. بغنوا مع أغنية غردي عصفور لحنها طارق. والحمد لله الحمد لله يعني أنا في الحقيقة التقيت بأطفال من سبع مدارس، أول مرة كانت تنعرض أغنية غنوا معنا وردة الفعل بالنسبة لإلي يعني بدي أطير بعد شوي، لأنه ما تخيلت يصيروا غنوا معها من أول مرة ويزقفوا وينفعوا. علقت بذهنهم معناته بتخاطب إيش بيهمهم. ولما يكون الفن كتير راقي، لما تكون الموسيقى حلوة والكلمات يعني حلوة والفكرة، فأكيد هذا بوصل للقلب بسرعة. طب أنا أطلب منك طلب غريب، بحب أسمع منك إشي من هدول الأغاني، لأنه أنت مغنية كل العشر أغاني بصوتك، وأنت لحنتي خمسة منهم أنت أصلاً بتلحني، فبحب هيك أتخيل أنا كيف الشعور لما أنت تغني إشي. دخلينا لجو التطبيق. طيب طيب، ما أكلتش سكر نبات اليوم الصبح. أنا شو بيجي جبدان لك الله بعينكم يعني رح شو اسمه. غنوا معنا حينما نحفظ بيئتنا، نرعى ونحمي صحتنا. كفي هيك حلو. والثانية إيش قلتي في الثانية اللي طارق الجندي إيش كانت؟ غرد يا عصفور. غرد يا عصفور. إيش رأيكم نسمعهم؟ يلا أنا مش محضرة حالي أغني الحقيقة اليوم، أنا جاي مش محضرة حالي أغني. طب سوسن خلينا نحكي قديش بأنه عم نحكي عن الأغاني، يمكن في أهل بفكروا الأغاني أو الألعاب أو القصص هي إشي كتير ثانوي، ولكن إحنا إذا بدنا نيجي بالفعل على أرض الواقع ونشوف عقلية الطفل من المدرسة إيش بنتذكر؟ بنتذكر الأغاني، بنتذكر القصص، هذا اللي بيعلق معنا وهذا اللي بشكل شخصية أطفالنا. يعني إحنا نحكي بعمر الست سنين بتكون شخصية طفلك هو المراهق وهو اللي راح تشوفه شاب في المستقبل. فقديش أنت لمستي أهمية هالوسائل كأساليب تعليمية بترسخ بأذهان أطفالنا؟ يعني أنا شخصيا استعملتها مع أولادي، كنت كل الأناشيد المدرسية كنت ألحنها، وكان تأخذ خمس دقائق ليحفظوها. وأتفق مع المدرسة أروح على المدرسة أقولها لو سمحتي بس بدي خمس دقائق من الحصة، وجدا كانوا متعاونين. وأدخل على الصف وكل الصف يحفظها، ما في خمس دقائق عشر دقائق الكل حافظها، وهم سعيدين بدون ما يحسوا. أيوة بدون ما يكون حمل. الحفظ حمل عليهم يعني. فأنا بلاقي الموسيقى، طريقة الألعاب، طريقة الهاي بترسخ المعلومات صح. بطريقة غير تقليدية وبتخلي الولد يحب التعليم. صح. يعني الاستمتاع على فكرة هو شرط لأن المعلومة ترسخ وتنزرع بأذهان أطفالنا. صحيح. إذا كان تلقين أو إذا كان واجب أو فرض أتوقع خلص هاي صارت أساليب قديمة يعني. صارت أساليب قديمة، والولاد أذكياء كتير ومطلعين كتير وبتفرجوا كتير على تطبيقات وعلى تلفزيون. مزبوط. فبدهم يعني ما في شيء باللغة العربية موجود بهذا المستوى، عشان هيك هم بيستسهلوا بيروحوا دائما للأشياء باللغة اللغات الأجنبية لأنها مغرية بتكون أكثر. فكتير يعني فكرة جدا رائعة أنه حضرتك عم بتقدمي بمستوى عالي، يعني نفس مستوى الجودة إذا مش أفضل، بكفي أنه باللغة العربية الفصحى. بحب أسمع منك لأنه كتير مرات هلا بتحسي فيه توجه اللغة عم بتكون ركيكة عند الجيل الجديد، فبحب أسمع من حضرتك يعني يعني من خبرتك قديه يعني هيك ليش بتحسي قديش مهم يضلوا الأطفالنا عندهم لغة عربية فصحى قوية؟ لأنه هي لغتنا، لغة الأم. يعني إذا إحنا منتخلى عن لغتنا فقدنا إشي من الكاركتر تبعنا، من شخصيتنا. بعدين لغتنا ثرية جدا يعني من ناحية الكتابة، من ناحية الأشعار، حتى الخط تبعنا جميل. يعني حتى خطنا لحاله الخط العربي بنعمل. صح. لوحات ويعني بكل العالم بيحتفظوا بمنسوخات قيمة بكل متاحف العالم. صح. فإحنا أولى أنه نحافظ على لغتنا يعني. أتوقع تجاوزنا هاي وأنا بنحكي على المظاهر أنه ابني ما بعرف يكتب اسمه بالعربي أو أنه لغته صارت هي اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى. المفروض بالفعل يعني ثقافة الشعوب وحضارة الشعوب هي كيف بيحافظوا على لغتهم. يعني لما تروحي على أوروبا مش بسهولة برضو يحكوا معك باللغة الإنجليزية، إنه إحنا عنا لغة وهذا المفروض إحنا نعلمه كمان لأبنائنا. بدنا نشكرك بالفعل على هالتطبيق غنوا معنا اثنين، رح تستفيدوا منه كتير لكل الأمهات طبعا والأهل المهتمين بتثقيف أبنائهم بتعليمهم بطريقة حضارية. شكرا شكرا كتير لكم على استضافتكم. شكرا لحضورك. شكرا.